حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. سنناقش فيها دلالة وأهمية زيارة الوفد الحكومي إلى محافظة مأرب. إذن مشاهدينا، وصل وفد حكومي إلى محافظة مأرب لتفقد أوضاع المحافظة الأمنية ومناقشة الجوانب التنموية التي تحتاجها. مراسلنا هناك قال إن الوفد يضم وزراء الخدمة المدنية والشباب والرياضة والمياه ونواب وزراء الأشغال والصحة والإعلام ووكيلي وزارتي النفط والشباب والرياضة. وكان في استقبال الوفد رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد المقدشي ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة. وزير الشباب والرياضة نايف البكري قال إن الوفد سيعمل على إعداد قائمة بالاحتياجات التي تتطلبها المحافظة، وأضاف أن الحكومة حريصة على تقديم الخدمات التي ستساعد على عودة الحياة إلى مدينة مأرب. هذا وتشهد محافظة مأرب استتبابا جيدا في مجال الأمن والاستقرار وتوفر الخدمات الأساسية من كهرباء وماء ومشتقات نفطية وصحة وتعليم. ومنذ تحرير هذه المحافظة في أكتوبر من العام الماضي، أصبحت مأرب ملاذاً آمناً للفارين من جحيم الميليشيا، إذ شهدت المحافظة تدفقاً كبيراً لآلاف المواطنين في عدد من المحافظات، ما شكل عبئاً على السلطات بتضاعف أعداد الساكنين في المدينة إلى عشرة أضعاف تقريباً. وتعد هذه المرة الأولى التي يصل فيها إلى مأرب وفد بهذا المستوى من أعضاء الحكومة ومسؤوليها الذين يقيمون منذ نحو عام في السعودية بسبب الحرب التي تشهدها البلاد. وسبق أن زار نائب الرئيس رئيس الحكومة خالد بحاح بمعية بعض الوزراء في نوفمبر من العام الماضي، ومن ثم نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق علي محسن الأحمر الشهر الماضي. وتحولت مأرب الواقعة وسط البلاد إلى مركز عملي لعمليات قوات الشرعية والتحالف العربي. مشاهدينا، نتوقف عند هذه المستجدات لنناقش دلالة وأهمية زيارة الوفد الحكومي لمحافظة مأرب، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. فريق وزاري مكلف بتطبيع عمل المؤسسات في محافظة مأرب، زيارة جديدة بعناوين مختلفة حملت الكثير من الرسائل والقليل من الاهتمام، وإن جاءت متأخرة فقد كانت مطلبا لكثير من أبناء المحافظة ممن رأوا أن الأثمان الباهظة للاستعادة الشرعية تدفع داخل البلاد، وأن المقاومة تحتاج نظيرا وظهيرا سياسيا لا يدير المفاوضات فحسب، بل يدير الحرب أيضا ويعيد ترتيب الحياة من جديد. فثمة ضرورة لمنح السلطات ما يعبد شرعيتها ويمنحها قوة أخلاقية تحتاجها. وإن شاء الله إن الأيام القادمة نبشر أبناء شعبنا اليمني إن الفترة القادمة سيعود الحق إلى نصابه وستعود الدولة إلى مزاولة عملها. تأتي زيارة الوفد الحكومي بعد أيام من مغادرة نائب الرئيس رئيس الحكومة خالد بحاح مدينة عدن العاصمة المؤقتة، وقبله الرئيس هادي إلى الرياض بعد فترة مكوث شهدت الكثير من الهجمات المسلحة والأعمال الإرهابية. لكن هادي ونائبه لم يغادر عدن لهذه الأسباب كما تقول المصادر، فثمة مهام تستوجب عليهم قضاءها تتعلق مجملها بمناقشة ملفات اليمن مع دول التحالف بقيادة السعودية والتحضير للمحادثات المرتقبة. غير معروف ما إذا كانت الحكومة ستتجه إلى مأرب هذه المرة لتقيم فيها مؤقتا، لكن المؤكد أنها تبحث عن أرضية مستقرة تقف عليها في الداخل لتمارس مهامها بعيدا عن الفوضى والاختلالات الأمنية. فعلى الرغم من استمرار المواجهات في جزء من المحافظة وتحديدا في صرواح، إلا أن مأرب المدينة تشهد استتبابا جيدا للأوضاع الأمنية وتطبيعا للحياة، حيث استطاعت السلطة المحلية تأمين المناطق المحررة وإعادة معظم الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى التنسيق المتكامل والتفاهم بين قيادة المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني. تظهر الخطة العسكرية تحويل مأرب إلى نقطة ارتكاز نحو صنعاء، بعد أن حولتها السلطات إلى مركز عمليات الجيش الوطني والقوات المشتركة، وفيها شهدت تدريبات عسكرية نفذتها وحدات خاصة من منتسبي الأمن والنجدة وقوات مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى قوات عسكرية تم دمجها إلى وحدات الجيش الوطني مؤخرا، وهو ما يعزز من قدرة قوات الشرعية على إحكام سيطرتها وتأمين المدينة من أي خطر محتمل. إذا
إذن مشاهدينا، دلالة وأهمية زيارة الوفد الحكومي اليوم لمحافظة مأرب سنناقشه مع ضيوفنا من مأرب، عضو الفريق الحكومي الزائر وزير الشباب والرياضة نايف البكري، ووكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح، على أن ينضم إلينا لاحقا من لندن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. نبدأ معك معالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري. مساء الخير معالي الوزير. مساء النور عليك وعلى الكلام وعلى قناة بلقيس. أهلا بك معالي الوزير. أنتم اليوم في محافظة مأرب، هل نعتبرها إقامة دائمة أم مجرد زيارة مؤقتة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، من مدينة مأرب طبعا الباسلة التي تأتي زيارة الوفد الحكومي برأس الأستاذ عبد العزيز جبريسي ومن الوزراء والوكلاء للاطلاع على هذه المحافظة حسب توجيهات فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي، وأيضا حسب تكليف رئيس مجلس الوزراء والحكومة بزيارة هذه المحافظات، وأيضا عمل الوزراء في هذه المحافظات خلال هذه الفترة القادمة. نعم. للاطلاع على كافة المعوقات وكافة المشاكل التي تواجه السلطة المحلية في المحافظة التي نحن بدور الفريق الحكومي التقينا اليوم بمكاتب السلطة المحلية في المحافظة، ورأينا مدى استعداد وإرادة أبناء هذه المحافظة البطلة التي ايضا نوجه لها كل الحب وكل التحيه باسم ابناء اليمن محافظتي مأرب والجوف، لما راينا من احساس وشعور وطني ولما راينا اليوم من مقاومه حقيقيه من ابطال الجيش وابطال القوات المسلحه، التي نشكر ايضا قياده الجيش وابطال القوات المسلحه وابطال المقاومه فيها. راينا هذه الاراده الحقيقيه التي تحققت بالسيطره وتحرير هذه المحافظه، والتي تنتظر ايضا من الحكومه مجموعه من الحزم التي نحن ان شاء الله خلال الايام القادمه سنبداها من يوم قدم، والتي سنكرس عملنا نحن كوزراء بمتابعه الخدمات الاساسيه، خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وايضا الاتصالات والطرقات، مكاتب الشباب والرياضه، وايضا متابعه امور الجرحى. وهناك ايضا خارطه عملنا مع الاخ المحافظ محافظه مأرب، زياره الحكومه ايضا تاتي دلالة في هذه الظروف التي تمر. نعم معالي الوزير، يعني في زيارتكم للمحافظة كيف وجدتم الوضع العام في المدينة؟ أنا أبشر أبناء اليمن وأقولها بكل حب وبكل مصداقية، وأنا كنت محافظ سابق لمحافظة عدن وأيضا وزير للشباب والرياضة، وأيضا كنا في المقاومة. أنا اليوم أزور هذه المحافظة مع مجموعة من الأخوة الوزراء الذي أثلقت صدورنا بما رأيناه من جهود جبارة للسلطة المحلية بقيادة الأخ المحافظ وقيادة الأركان الجيش وأبطال القوات المسلحة والمقاومة وأبناء هذه المحافظة، التي تعيش اليوم أيضا ظروف أفضل، وهناك استعدادات وهناك أعمال وهناك المكاتب التنفيذية في المحافظة اليوم تقوم بعملها بواجبها. رأينا هناك التحام أبناء هذه المحافظة مع أبطال القوات المسلحة والمقاومة، تعيش محافظة مأرب اليوم في تلاحم كبير في اصطفاف كبير لأبناء الوطن الذين اليوم إن شاء الله ستكون هذه مأرب التاريخ والعطاء بدلالات كبيرة جدا، لأن بإذن الله عز وجل أن تكون هذه المحافظة في صورة مشرقة، ونحن في الحكومة بإذن الله عز وجل لدينا حزمة من الإجراءات ستتخذ إن شاء الله من يوم قادم، وأهم هذه الأعمال متابعة أعمال المكاتب التنفيذية في المحافظة. نعم سيادة معالي الوزير، يعني إحنا سنتحدث في هذا الموضوع عن هل ما هي الرؤية التي يحملها الوفد الحكومي التي يسعى لتنفيذها على أرض الواقع في مأرب؟ يعني لو توضح لنا ما هي الرؤية التي يحملها الوفد؟ الرؤية التي يحملها الوفد بأننا نحن كحكومة واجب علينا اليوم أن نكون بين أبنائنا من أبناء هذا الوطن، أن نكون اليوم متواجدين في مأرب وفي الجوف وفي عدن في كل المناطق المحررة، حتى يعلم أبناء هذا الوطن بأن هذه الحكومة أتت من بين صفوف أبناء هذا الوطن، وأن نكون متواجدين وقريبين من آلام وطموحات أبناء هذا الشعب، وأيضا رسائل بأننا على استعداد أن نكون كوزراء لهذه الحكومة، أن نكون متواجدين في هذه المحافظات المحررة، وأيضا أن يكون هناك دعم حقيقي من قبل الحكومة من قبل الرئاسة لهذه المحافظات لمشاريعها للمكاتب التنفيذية، وأيضا أن نكون قريبين من هؤلاء الأبطال، وأن أيضا تكون هناك إجراءات حقيقية تلامس هموم المواطنين في هذه المحافظات الذين قدموا ويقدمون صور ناصعة من تاريخ هذا البلد، من تاريخ هذا الوطن، بأنهم اليوم في صمود وفي أسطورة لما رأينا في مأرب اليوم.
يجب على الحكومة أن تكون متواجدة في المناطق المحررة. ينبغي على اليوم أن نكون قريبين من آلام ومن طموحات أبناء هذا الوطن، ونحن إن شاء الله من مأرب سنبعث رسائل طيبة ونتائج طيبة تكون لزيارة هذا الوفد إن شاء الله سيلمس أبناء هذه المحافظتين. نعم معالي الوزير تكرم بالبقاء معنا. سينضم إلينا الآن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح. مساء الخير دكتور عبد ربه. مساكم الله بالخير أنت والطاقم الذي معك، أهلا وسهلا. مرحبا بك دكتور. دكتور على أي حال تبدو محافظة مأرب بعد وصول الفريق الحكومي الزائر إليها؟ أخي العزيز، محافظة مأرب اليوم ولديها كوكبة من الأخوة في الحكومة، هي اليوم تستبشر خير، لأنه محافظة مأرب ظلمت، نريد أن تظلم في الحاضر. مأرب كان هناك 5 ملفات التي تم مناقشتها، ملف الكهرباء لأن هذه المحافظة، وأقف عند هذه النقطة، تم إيصال الكهرباء الغازية لجميع الجمهورية، محافظات الجمهورية، وتم استثناء في وقتها وحينها مأرب، حتى أن مأرب اليوم هي تشتغل على الطاقة المشترى الذي هي الآن تغطي 6 مديريات، بينما بقية المديريات من الطاقة المشترى، بينما الطاقة الغازية الذي تم إيصالها إلى جميع محافظات الجمهورية لم تصل لمأرب، وهذا كان نوع من الظلم والظلم الذي نستبشر خيرا بأخوتنا الوزراء والوفد الحكومي أن يطلعوا عن كثب، وحتى تكون في هذه المرحلة القادمة، لأن الكهرباء هي حديث الآن، وهناك ملف آخر تم مناقشته، ملف التربية والتعليم. ملف التربية والتعليم بحاجة إلى نظرة جادة في هذا الجانب، لأننا فيه نقص هناك في المعامل، فيه نقص في احتياجات الطلاب، أيضا فيه نقص في المدرسين الذي نريد أن يعلم الأجيال القادمة التي ستحمل أمانة في أعناقها هم هذا الوطن وهم محافظة مأرب. أيضا تم مناقشة الجانب الطرقات، وهذا هل تعلم أن محافظة مأرب لا يوجد اليوم أي خط، 14 مديرية لم يتم دخلها أي خط من الخطوط إليها، وهذا أيضا متطلب كبير جدا من أجل تسهيل الخدمات وإيصالها إلى المواطنين. الملف الآخر ملف الصحة، والصحة هي بحاجة أيضا إلى لفت عناية كبيرة جدا، لأنه مأرب في هذه الأيام في هناك زحمة سكانية، أو فيه ضيوفنا الأعزاء الذي لا نسميهم نازحون، وصل عدد الآن في عاصمة المحافظة 500,000 نسمة. هؤلاء يتطلب تسهيل وتدليل لهم الخدمات. وأيضا معنا الجانب الآخر وهو جانب المياه، هناك بعض المديريات فيها جفاف وبحاجة إلى بناء السدود وحفر الآبار من أجل استقرار المواطنين في مديرياتهم. وأيضا إلى جانب ذلك مثل ما ذكرت سابقا، بعض المديريات لا تتصل بعضها البعض من الطرقات. مأرب يوجد فيها في عاصمة المحافظة 2 مزفلتين فقط، ولا توجد أي مديره اليوم، وهذه ملفات كانت من السابق، ولا نريد أن تظلم في الحاضر. مأرب وأبناء المحافظات دون استثناء قدمت كوكبة من الشهداء من الدفاع عن حريتها، فيجب أن لا تظلم. هذه المحافظة التي اليوم تنتج 70% من المخزون الاستراتيجي لأبناء هذا الوطن يجب أن تأخذ حقها. نحن نعول على أخوتنا الكثير جدا، لكننا نقدر في نفس الحال وضع الحكومة، ونقدر أيضا المرحلة التي تتطلب جهود الجميع وتتضافر، سواء منا كسلطة محلية ومن الجانب الحكومي وأيضا المواطنين. فهناك خطى نحن ندرسها، هذه 5 الملفات اللي ذكرتها لكم، وبحاجة إلى تدخل في بعضها سريع، بالذات الكهرباء. نحن نطالب بالكهرباء الغازية أن تمد إلى جميع مديريات المحافظات، المديريات المحافظة، وأيضا الجانب الصحي. نعم دكتور، سنناقش معك جميع هذه الأمور. نعم دكتور، سنناقش هذه الأمور يعني بعد قليل، ولكن سنعود لمعالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري. معالي الوزير، هل لهذه الزيارة علاقة بالتحركات الأخيرة، خاصة وأنها جاءت بعد فترة من توجيهات رئاسية
هذه التوجيهات قضت بنزول وفد حكومي إلى هذه المحافظة؟ طبعا تأتي هذه الزيارة محافظة مأرب بتوجيهات سابقة من فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي وأيضا الحكومة برئاسة الدكتور خالد محمود بحاحة. كانت هناك خطة شاملة لنزول الوزراء إلى كل المحافظات المحررة سواء كانت عدن أو حضرموت أو الجوف أو مأرب أو غيرها من المحافظات، وتأتي زيارتنا اليوم حسب هذه التوجيهات. لكن قبل هذا أحب أن أنوه إلى شيء معين، بأننا اليوم في محافظة مأرب، هذه المحافظة البطلة التي أراد هؤلاء الانقلابيين الحوثيين والعفاشيين أن يقصفوا براجماتهم اليوم هذا المستشفى العظيم، مستشفى مأرب الذي استشهد فيه 3 شهداء و7 جرحى قبل أكثر من 3 ساعات، الذي نريد أن نرى العالم ومنظمات حقوق الإنسان نقول لهم بأن هذه الميليشيات وهذه الجماعات الإرهابية التي استهدفت اليوم هذا المستشفى، استهدفت الأطباء، استهدفت المرضى، استهدفت الجرحى، ليرى العالم مدى فضاحة هذه الجرائم التي ترتكب بحق أبناء هذا الوطن، بحق أبناء هذه المحافظة البطلة محافظة مأرب. هناك هموم وهناك صعوبات وهناك مشاكل وهناك قضايا ما نستطيع أن نحلها بوجودنا في محافظة مأرب. سوف تقوم يقوم الوفد الحكومي بحل وحلحلة كثير من قضايا والملفات، وبعضها سيتم نقله لمجلس الوزراء والأخ رئيس الجمهورية ويستحل مثل هذه القضايا. نعم، معالي الوزير، يعني هذه الزيارة لماذا تأخرت إلى اليوم؟ يعني ما هي الآلية التي ستمارسون من خلالها مهامكم، خاصة وأن مأرب تفتقر للبنية التحتية؟ لم تتأخر هذه الزيارة، سبق الزيارة السابقة مع الأستاذ خالد محمود بحاح رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة مأرب، وأيضا وجود الأخ قائد الأركان ووجود القيادة هنا والأخ المحافظ، وأيضا تأتي زيارة الوفد الحكومي إلى محافظة مأرب والجوف. تأتي دلالتها اليوم بأن هذه المحافظتين اليوم بحاجة لنزول الوفد الحكومي للاطلاع على كثير من المشاكل في المناطق المحررة، كما تكلم الأخ العزيز الدكتور بأن محافظة مأرب اليوم أكثر من 500,000 نازح في هذه المحافظة. هناك مشاكل في الكهرباء، هناك مشاكل في المياه، هناك مشاكل أيضا في المكاتب التنفيذية التي منعت عنها المبالغ المالية والموازنات التشغيلية. هناك أيضا تعسف كبير من قبل هذه الميليشيات ومن قبل هذه الجماعات الإرهابية التي اليوم تريد أن تنال من هذه المحافظة البطلة، ولكن تحررت هذه المحافظة. هذه المشاكل وهذه القضايا إن شاء الله ستكون أول مهام هذا الوفد الحكومي، بدأناها من اليوم إن شاء الله. نعم. ونحب أن نقول لأبناء هذه المحافظة بأن هناك كثير من الأمور إن شاء الله سيتم حلها خلال هذه الأيام القادمة، وبأن الحكومة عليها اليوم أن تتوجه إلى هذه المحافظة البطلة، وأن يكون هناك أيضا توجه حقيقي لمحافظة مأرب، هذه المحافظة التي تعتبر اليوم تاريخ وحضارة وصمود، وهي اليوم تواجه هذه الميليشيات وتحررت بفضل أبنائها، فضل أبناء القوات المسلحة. نعم، معالي الوزير، زيارتكم اليوم لمحافظة مأرب هل يمكن أن تكون لها علاقة بوضع الترتيبات العسكرية وتلمس مدى الجاهزية لحسم معركة صنعاء في حال تعثرت الجهود السياسية؟ عفوا، كنت قد سألتك معالي الوزير أنه يعني زيارتكم لمأرب اليوم هل لها علاقة بوضع الترتيبات العسكرية وتلمس مدى الجاهزية لحسم معركة صنعاء في حال تعثرت الجهود السياسية؟ زيارتنا لمحافظة مأرب طبعا أولا كما تحدث في البداية لشكر أبنائها، لشكر هذه المحافظة ومحافظة الجوف ولزيارة أبناء القوات المسلحة وأبطالها والمقاومة التي تخوض الآن معارك شرسة في أكثر من موقع. وأيضا تأتي هذه الزيارة لتوجيه رسالة للعالم أجمع بأن هذه الحكومة وأيضا الوفد الحكومي إلى محافظة مأرب من أجل إيضاح الصورة الحقيقية بأن هذه المحافظات اليوم تريد أن يكون هناك أمن واستقرار، تريد رسائل التنمية والإعمار، رسائل الخدمات العامة التي يريدها المواطن البسيط. نحن كحكومة وكتحالف اليوم التحالف الذي تقود المملكة العربية السعودية والأخوان في التحالف العربي الأشقاء، هناك خطة وهناك أيضا
تعاون وهناك أيضا تواصل مستمر. أما بخصوص التسوية السياسية، الحكومة قد تكلمت بهذا الموضوع، سيذهب وفد الحكومة إلى الكويت، ولكن ينبغي أن يعلم هؤلاء الانقلابيين، هؤلاء العفاشيين والحوثيين أن لا مناص أمامهم سوى تطبيق 2216، وبأن اليمن لا يمكن أن يقبل مثل هذه الجماعات وهذه الميليشيات التي انقلبت على مؤتمر الحوار وعلى مخرجات الحوار الوطني وعلى كل القيم التي اتفق عليها اليمنيين، وأن هذه الميليشيات اليوم التي تريد أن يكون مكان الحوار هو البندقية، لا يمكن أن يكون هذا المشروع في اليمن وطعن خاصرة الأمة العربية والإسلامية وخليجنا وأمتنا أيضا اليمنية بأن يكون من قبل هذه الجماعات التي افتهمت لهذا المشروع الإيراني. نعم. الذي فضح والذي أيضا إن شاء الله سيكون دفنه في اليمن. نعم، ولكن معالي الوزير، يعني المفاوضات القادمة إذا ما تعثرت، هل لعودتكم علاقة في ترتيب الوضع العسكري لمعركة تحرير صنعاء، يعني والعمل على ترتيب الوضع فيما بعد؟ بالفعل، وأكيد بأن لا خيار سوى هؤلاء الانقلابيين أما إلا خيارات واحدة. هذا الخيار يتمثل في تطبيق قرار 2216، تسليمهم السلاح، انسحابهم من مؤسسات الدولة، وأيضا أن تكون هناك محاكمة حقيقية وقانونية لهؤلاء المجرمين الإرهابيين، لهؤلاء الذين أثخنوا بالوطن. نحن اليوم نمد لإخواننا على مستوى اليمن الذي نعتقد بأنه يكفي كل هذا الصراع وكل هذه الدماء بسبب هذه الجماعات وهذه الميليشيات التي ندعوها اليوم من قناة بلقيس، ونحن في مارب وفي فرضة نهم وفي الجوف في كل بقعة من جبهات هذا الوطن، ندعوهم إلى ألقاء السلاح، ندعوهم إلى خيارات أخرى، خيارات سلمية، أن يكونوا في إطار التعددية السياسية، في إطار عمل مدني بعيدا عن العنف، بعيدا عن السلاح، بعيدا عن الارتهام من الخارج. نحن رسالة الحكومة هي رسالة حب، رسالة مسؤولية. نعم، شكرا معالي الوزير. شكرا لك معالي الوزير نايف البكري، كنت معنا من محافظة مأرب، شكرا جزيلا لك. نعود مشاهدينا إلى ضيفنا الآخر الدكتور عبد ربه مفتاح، وكيل محافظة مأرب. دكتور، من أين سيمارس هذا الوفد الحكومي عمله في ظل عدم توفر مقرات حكومية مناسبة؟ وأيضا نتساءل، هل الإقامة ستكون إقامة دائمة أم أنها إقامة مؤقتة، يعني في الزيارة التي قام بها الوفد؟ أخي العزيز، بالنسبة للأخوة، الوفد الحكومي، مؤسسات الحكومة، سأقولها بكل صراحة، لم تغلق في محافظة مأرب. محافظة مأرب مؤسساتها الحكومية دائمة منذ أول وهلة، هم اليوم موجود لدينا يمارسوا مهامهم من السلطة المحلية. السلطة المحلية هي تمثل الممثل الحقيقي للشرعية اليمنية، وأيضا مكاتب التنفيذ تمارس مهامها، هم موجودون في السلطة المحلية وهم يمارسون أعمالهم من داخل السلطة المحلية، ولهم زيارة أيضا ميدانية للاطلاع عن كثب عن أداء بعض المكاتب، وأيضا للاطلاع على الخدمات، وأيضا ستكون لهم زيارة مثل ما ذكر الأخ الوزير إلى بعض المحافظات بعد أن يتم الاكتمال في وضع الدراسة الحقيقية الاحتياجات الضرورية لمحافظة مأرب. نعم. اليوم كان هناك لقاء مع المكتب التنفيذي، وتركت يعني على الأخوة أعضاء المكتب التنفيذي لطرح مهامهم، ثم بعد ذلك بعد ما طرحت المهام سيتولى كل مكتب تنفيذي باختيار الحاجة الملحة الآن بما يتناسب مع وضع الحكومة والشرعية، من أجل أن يلمس المواطنين الخدمات في المحافظات المحررة. أيضا هناك خطط، ستكون هناك نزول ميداني للسلطة المحلية على مستوى المديريات والبعض. نعم. المكاتب التنفيذية، من أجل أيضا تلمس هموم المواطنين، وأيضا لا نبالغ بما يتناسب مع واقعنا المحلي. سيتم بإذن الله عز وجل خلال اليومين حل النفقات التشغيلية اليوم محافظة مأرب، لا نصرف إلا المرتبات فقط الربع الأول ذهب، ولم نصرف النفقات التشغيلية بسبب الضيم والحصار. أيضا لا أخفيك سرا أن نحن في محافظة مأرب وفي السلطة المحلية نؤثر أخوتنا جميع محافظات الجمهورية. نعم. كنا لو أردنا أن نتخذ قرار اتخذناه منذ أول وهلة،
وقلنا من يريد الغاز سدد في مأرب ومن يريد البترول سدد في مأرب، لكن قلنا مأرب لليمنيين وسنقولها، قلناها بالأمس، وصواريخ على رؤوسنا وتعبر إلى جميع محافظات الجمهورية، بينما الميليشيات الانقلابية ترسل لنا صواريخها وتحاول أن تقتحم هذه المحافظة وتحاول أن تدمر هذه المنشآت. إلا نعم أننا صبرنا وسنصبر وستصمد مأرب بإذن الله عز وجل. نعم دكتور، ولكن كنت قد سألت يعني هل الإقامة ستكون إقامة، يعني الزيارة ستكون يعني ستكون إقامة دائمة لهذا الوفد، أم أنها يعني زيارة تقييمية فحسب؟ يعني الوفد الحكومي الآن معهم فترة محددة هنا في محافظة مأرب، من ثم ذلك سينتقلوا إلى المحافظات المحررة. نفس الكلام، هم الآن مكلفين لثلاث أو أربع محافظات لزيارتها وتلمس احتياجها. سيتم الاكتمال في محافظة مأرب وضع الاحتياجات الضرورية الذي تتدخل فيها الحكومة والسلطة المحلية من أجل إيصالها إلى المواطن، ثم بعد ذلك سيقوم لديهم برنامج. هذا البرنامج هم طبعا واضعينه لزيارة بعض المحافظات وما هي الحاجات التي يتم التدخل فيها من أجل يلمس المواطن الخدمات، بالذات الخدمات وأقولها الأساسية التي تواجهها في حياتها اليومية. نعم دكتور، اليوم تعرضت يعني محافظة مأرب لقصف من قبل الميليشيا وتم الاستهداف للمستشفى الحكومي في المدينة، هل لهذا القصف علاقة بزيارة الوفد الحكومي للمدينة؟ يعني هل كان هناك تزامن مع الزيارة؟ أخي العزيز، يجب أن نقولها بكل صراحة، هؤلاء الميليشيات الإنقلابية التي هي دائما كان مشروعها التخريب والتدمير والتهديم، هذا العمل الذي ليس بغريب وليس بجديد من ميليشيات أتت ومنعت حتى وصول الخدمات لأبناء الشعب اليمني. اليوم الذي حصل في مأرب للأسف الشديد ما كنت أتوقع أنه يصل الأخلاق الذي وصلت إليها الميليشيات الإنقلابية أن تستهدف مستشفى يعالج فيه جميع المواطنين دون استثناء. اليوم الإصابة أربع وفيات والبقية مجارح، الإجمالي 13 جريح وأربعة شهداء. هؤلاء الشهداء كانوا يؤدوا دورهم، طبيب كان يؤدي الخدمة في الطوارئ، والبقية الأخرى كانوا موجودين على بوابة المستشفى من أجل الترتيب والإعداد. هذا الاستهداف الذي تنكره المنظمات، ويجب أن نسمع إدانة مثل ما ذكر الأخ الوزير لهذا العمل الإجرامي الذي استهدفه به هذا المرفق الصحي الحيوي الذي مثل ما ذكرت لك يتم معالجة الناس دون استثناء، المواطنين وأيضا المترددين على هذا المرفق، إلا أنه يدل دلالة واضحة أن هذه الميليشيات الإنقلابية هي ذاهبة لتدمير كل شيء من قيم وأخلاق اليمنيين الذي لم يعهدوا ولم يسمعوا لا في التاريخ السابق ولا نعم. ولكن دكتور، يعني عملية القصف التي تتعرض لها محافظة مأرب، يعني هل يعني بشكل دائم أو بشكل يومي تتعرض المدينة لنوع من القصف، أم أن يعني القصف الذي حدث اليوم للمستشفى تزامن مع زيارة الوفد الحكومي؟ أريد أوضح في هذا الجانب أن هذه الميليشيات هي تستخدم بعض في الأماكن التي لا زالت هنا في جيوب في مديرية صرواح، تتحرك فيها هذه الميليشيات منفردة ببعض الصواريخ الكاتيوشة واحدة أو ثنتين وترمي بها عبثا أينما ذهبت، تذهب تقتل المواطنين، تقتل الأطباء، تستهدف المستشفى، لا يوجد هناك هدف محدد. لكن أنا أقول وأكرر أنه الزيارة الحكومية اليوم إلى محافظة مأرب هي أغاضتهم، عندما ترقى الوزراء اليوم كان في زيارة ميدانية وهذه أشعلت الحقد في صدورهم، فتحركت هذه الجيوب التي تتحرك من مثل ما ذكرت لكم من مكان إلى مكان آخر تحاول أن تقلق سكينة الأطباء أو سكينة الناس، ليس إلا حقد ضغين يوجد في صدورهم، وأيضا من أجل أن يشفوا حتى قليلهم ولو حتى بمعاناة اليمنيين أنفسهم. نعم، وضحت الصورة دكتور عبد ربه مفتاح وكيل محافظة مأرب، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب، شكرا لك.
إذن مشاهدينا سنعتذر على تعذر الاتصال بالدكتور محمد جميحة المحلل السياسي، كان سينضم إلينا من لندن. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة. نشكر ضيوفي وزير الشباب والرياضة معالي الوزير نائف البكري، وأيضا وكيل محافظة مارب الدكتور عبد ربه مفتاح، كما أشكر جميع طاقم العمل وفي الإعداد الزميل محمد القاسم، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا على كرم المتابعة. إلى الملتقى في أمان الله.